أزور في منطقة الفليسا البريكا هني لا خاتم مش هني، راح أبحث عنها، راح أبحث. المقدمة هي أن الخال باش يدخل في مجال الزراعة. خلاص نروح لموضوع آخر. لا يوجد أحد هنا. دخلنا إلى المنزل، إلى الدار التي يوجد بها التلفاز. صوت بشع في الكاميرا. الذهبية ايه كيفاش هاوه هاوه شفته هاك الكرف هذيك وين تعال يهز النخل يهز السياحيين عارف الغزالة الذهبية ايه فندق ذهب يجوها من الاجانب يجوها من الاجانب ايه يجوها من فرنسا من المانيا من اي بلاصة ايه سبحان الله ايه ديرها كانت سلاح السياحة ديرك راه سياح شتي تستقطب باش تسمو فيه سياحيين تستقطب هذا انا شي يتكلم انا شوفه اخر فيه هذيك هي ذات الغزالة الذهبية ذات هذا خدام فيه هذا رئيس ولا وزير ولا استغفر الله مش وزير مش صحافي هذا كمان الصحافي هذاك مقدم راه ايه قدم في الحوايج هذا هو ذي شفت اخاه احفظه مليح خلاص احفظه مليح هذا وين ها وين هذه هي ذي غزالة ذهبية شوف 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 الصحراء شوف الصحراء نادي عرق قطب العرق قناة واحدة الخال ايه مال احنا مشينا دايرين قناة واحدنا وش هذا هيا نخدمه ولا مزال نخدمه الخال